تعال بقى نروح على الشرقية للهوكي. فرقة الشرقية الحقيقة طول عمرهم بيعملوا ملاحم فيما يتعلق بلعبة الهوكي. الكلام ده من وانا مثلا في ثانوي. فيجي يقول لك النادي بتاع الشرقية مش عارف فاز في بطولة ايه طول الوقت. وطول الوقت بقعد اسأل نفسي بالذات بالمناسبة انه اشمعنى الشرقية تحديدا هم اللي متفوقين بهذا القدر في هذه اللعبة. معانا على التليفون كابتن خالد بيومي رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق النادي. أهلا بيك يا فندم. أهلا مساء بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ يعني تحياتي لحضرتك ولكل مستمعينك الكرام. ومليون مبروك لمصر العزيزة الغالية. مليون مبروك لكل أهل الشرقية الكرام. ألف مليون مبروك. أنا دايما الحقيقة بص، هو طبعا حضراتكم في الشرقية دايما عندكم ملاحم فيما يتعلق بالهوكي، وانا دايما اقعد اسال اشمعنى الهوكي، وبعد كده هنسال اشمعنى الشرقيه، وان كان يعني مش ده مش قليل عليكم، بالعكس انتوا تستاهلوا اكتر من كده. انت حضرتك لخصت الكلام في كلمه ملحمه، وهي فعلا ملحمه. يعني لو تشوف ان فرقه الشرقيه كانت بعيده جدا عن انها تنافس على البطوله المره دي، ولكن حقيقه يعني بقول لحضرتك وبين اللي حضرتك ان فعلا كان الولاد في قمه الالتزام. يعني كانت بعثه منضبطه بشكل غير عادي، ويمكن هو ده كان يعني بنسبه 100% اللي من خلاله حققوا البطوله 26 وفرحوا مصر وفرحوا الشرقوه كلهم. احنا بنهدي يعني كل الشكر لفخامه السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه واهتمامه بالرياضة والرياضيين، واهتمامه ده اتنقل يعني إلى السيد معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللي بصراحة لم يتوانى لحظة في دعم فريق الشرقية للهوكي رجال ودعم فريق الزمالك. كان نفسنا يبقى النهائي مصري خالص، كان نفسنا يبقى الزمالك معانا في النهائي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الشرقية كانوا على قدر المسؤولية، ولعيبة وجهاز فني وجهاز إداري وجهاز طبي، وفعلا البعثة كان فيها يعني انضباط غير عادي. خدنا أوتيل بعيد عن يعني بعيد عن الضوضاء وأي حاجة، وخدنا اللعيبة وعملنا معسكر داخل الفندق. كان فيه التزام غير عادي، شباب صاعد واعد، فيهم دكتور الأسنان وفيهم المهندس، يعني شباب يفرح. هم دول فعلا شباب مصر اللي أمل مصر للسيد الرئيس بيعول عليهم في كل نقط يعني حياتهم. هم دول الولاد اللي بإذن الله هيقودوا مصر، يقودوا الرياضة. يعني أنا مش عايز أقول لك أنا فخور بيهم قد إيه. أنا كنت رئيس البعثة، ويعني كان قمة الالتزام وقمة يعني التزام الولاد في النوم والصحيان، ونزولهم المطعم ونزولهم التدريبات، قد ايه كانوا حريصين على انهم يعملوا ملحمه. انا باخد من كلام حضرتك لان كلمه ملحمه دي وانت حضرتك بتقولها وانا شايفها قدام عيني فعلا من اول يوم جينا في كينيا نيروبي، وانا شايف يعني الولاد على قدر المسؤوليه، وهم فعلا يستحقوا يكونوا فعلا على منصه التتويج للبطوله. بنشكر طبعا معالي المحافظ الدكتور ممدوح غراب على اهتمامه بالرياضه والرياضيين واهتمامه بنادي الشرقية. الدكتور أشرف صبحي عمل ما لم يعني لم يتوانى ولم يتأخر علينا في أي شيء. الدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية شباب الرياضة، يعني حقيقي كل الناس أعضاء مجلس الشعب والشورى، لو تشوف حضرتك يوم الجمعة اللي كانوا بيودعوا فيه البعثة قبل ما يسافروا، تشوف النادي الشرقية فيه أكثر مثلا من أقول لك إيه مثلا حوالي 10,000 شخصية ما بين تنفيذي وسياسي ومسؤولين، يعني حاجة تفرح. وفعلا يعني شحنوا بطاريات الولاد، وفعلا الولاد كانوا على قدر المسؤولية وعلى قدر هذا الوداع الفخم اللي كان يليق بيهم. فعلا ولادنا شرفونا، وفعلا النهاردة لو حضرتك تشوف الملعب وتشوف الملعب واحنا بعد ما خلصنا المباراة ملعبنا 6 مباريات في 7 أيام، وده عدد يعني عايز اقول لحضرتك في جو صعب جدا مع افارقه يعني متعودين على الجو دون،
طبعا عايز اقول لحضرتك برضو ان البطوله دي لاول مره يحصل ان يحصل فيها 12 في يعني يوصل فيها 12 فريق، يعني ده برضو رقم ما حصلش قبل كده في البطولات، نظرا لان كينيا في وسط افريقيا وقريبه من بلاد كتير، اتجمع 12 فريق. الحمد لله الولاد اول اربع مباريات فوز متتالي، كان في يعني كان في مباراه يعني عشان فرق الاهداف مع الفريق بتاع يعني بتاع كينيا، قدرنا ان احنا نكسب في الماتش ده 11-0 عشان نعوض فرق الاهداف، والحمد لله صعدنا فرق جونين ولعبنا المباراه بتاعت النهارده على المركز الاول مع فريق منظم جدا، فريق لياقته البدنيه عاليه، فريق عنده سرعات، الحمد لله كسبنا 4-2، حققنا النصر في ظروف صعبه جدا جدا جدا. بشكر معالي السفير المصري في كينيا اللي برضه يعني الراجل كان بيستقبلنا على سلم الطياره من اول وصلنا احنا وبعثه الزمالك، عزمنا على العشاء في بيته الفخم، يعني كان هذه الزياره وهذه الدعوه كان لها مفعول السحر عند اللعيبه وعند الجهاز الاداري وعند الجهاز الطبي، طبعا عزمنا احنا وفريق الزمالك. ومش عايز اقول لحضرتك كان يوم الولاد اللي هو كان يوم الفري بتاع البطوله، يعني اللي هو كان اربع ايام من ساعه ما وصلنا، اربع ايام ماتشات وبعدين في يوم فري وبعدين نكمل بقى بعد كده. اليوم الفري ده كان لكل الفرق، كان معانا الزمالك، وبصراحه يعني يعني كان يوم يعني ادى مفعول السحر عند معنويا وعند عند اللاعبين وعند الاجهزه الطبيه والاجهزه الفنيه للفرق. يعني بنشكره برضو، بنشكره وبنقول لسياده الرئيس فعلا خير سفير، يعني سيادتك هذا الرجل خير سفير لمصر، يعني دي حاجه حلوه دي، والبي اللي هو السفير المصري في كينيا دي حاجه جميله. طب واليوم الفري عملته فيه ايه يا كابتن خالد؟ يا فندم اليوم الفري عملته فيه ايه وانتوا هناك؟ أنا أسمع عن يعني كينيا دي إنها مكان ساحر، يعني يا فندم أسمع إنه كينيا مكان ساحر، مكان خلاب، مكان جميل. فعلا هي بلد، فعلا هي بلد أنا أول مرة يمكن بزورها، فعلا بلد يعني الطبيعة بتاعت البلد على الرغم من درجة الحرارة مثلا 30 ولكن أعتقد إن الرطوبة مش عالية قوي، لكن جوها جو جميل فعلا زي ما حضرتك بتقول، بلد هاديه، ملتزمين برضه حتى في يعني مشوارنا من الاوتيل لحد الملعب، الزحمه معقوله، زحمه العربيات او كده، على الرغم ان ما فيهاش يعني ما فيهاش عساكر ولا مرور ولا كده، لكن الناس منضبطه جدا وملتزمين. فعلا استمتعنا بايام البعثه هنا، وجو كينيا ساعدنا على تحقيق البطوله، ان فعلا كنا مركزين قوي، وكنا واللعيبه كانت حاطه قدامها هدف هو رفع علم مصر خفاق في كينيا وتحقيق البطوله 26، يعني مواصله الانجازات فريق الشرقيه عشان حضرتك برضه تبقى عارف. أيوة. محقق 26 بطوله من اصل 33 بطوله، في 10 بطولات متتاليه، اول بطوله كانت سنه 88، عندنا يعني فريق الشرقيه ده هو العصب لمنتخب مصر بالهوكي. صحيح. عندنا لاعبين، يعني انا عندي موكشا النهارده بيخدم معانا البطوله وهينزل ترانزيت القاهره ويطلع على فرنسا، فادي الولاد اللي زي الورد، ادي الولاد اللي يشرفوا. صحيح. يعني ادي الولاد اللي يفرحوا قلبك ان دول يعني شباب مصر الصاعد اللي بيران عليهم السيد الرئيس في المرحله القادمه، هم دول اللي فعلا اللي ممكن يقودوا مصر في المرحله اللي جايه. الفريق حصل على وسام الجمهوريه من الدرجه الاولى مرتين سنه 95 وسنه 2008 من رئاسه الجمهوريه، احنا بنهدي الكاس دي لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول يا ريس دي اقل حاجه نقدمها من شعب الشرقية الشعب الطيب، ومن مجلس إدارة نادي الشرقية ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، نقدمها لسيادتك على اللي احنا شايفينه بعينينا من إنجازات بتتحقق على أرض الواقع، يعني يفتخر بيها يعني كل مصري وكل عربي،
احنا مفيش خلاف، نادي الشرقية الحقيقة طول عمره ليه تاريخ مهم جدا في رياضة الهوكي يا كابتن خالد، وإنجازات نادي الشرقية إنجازات الحقيقة طول الوقت مضيئة تحديدا في هذه الرياضة. أنا بشكرك جدا كابتن خالد بيومي رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق النادي، ألف مبروك لنادي الشرقية فوزه رقم 26 ببطولة إفريقيا، حاجة الحقيقة تشرف بصراحة.